عباد الله، إن من الأمور العقدية المسلمة عند أهل السنة والجماعة هو حفظ مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد عدالتهم جميعا، وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا بالثناء عليهم وذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وروي الشيخان عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. قالت رضي الله عنها: وما تعجبون من هذا، إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ويقول أبو زرعة: فاعلم أنه زنديق. ويقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحدهم، ونبغض من يبغضهم وبغير حق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عباد الله، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالعدالة والخيرية، ومن أصحاب المناقب والفضائل، الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لم يسلم من طعن أهل الأهواء والبدع الذين لم يحترموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ومن اجترأ على معاوية فقد اجترأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فلا شك ولا ريب أن معاوية من أكابر الصحابة نسبا وقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلما وحلما، فاجتمع بمعاوية شرف الصحبة وشرف النسب وشرف مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين، شرف العلم والحلم والإمارة والخلافة. وبواحدة مما ذكرنا تتأكد المحبة لأجلها، فكيف إذا اجتمعت؟ وهذا كاف لمن في قلبه أدنى إصلاح للخير وإذعان للصدق. ومعاوية رضي الله عنه داخل في جملة الأدلة الدالة على فضل الصحابة وعدالتهم، كقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أسلم معاوية عام الفتح. يقول ابن كثير رحمه الله: كان أبوه من سادات القريش، ثم لما أسلم من بعد ذلك حسن إسلامه، كان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. وصحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب، وروى مع الكتاب، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما من المسانيد، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، يعني بذلك معاوية رضي الله عنه، وكان أحدا من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: معاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار ما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. رواه مسلم. وفي عهده رضي الله عنه فتحت قبرص وقاتل المسلمون أهل القسطنطينية. أخرج البخاري في صحيحه عن أم حرامة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا، أي الجنة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. يقول سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: لما قتل العثمان ووقع الاختلاف لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على معاوية، فأغزاهم مرات، ثم أغزى ابنه في جماعة من الصحابة برا وبحرا حتى أجاز بهم الخليج، قاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل. وقد شهد له ابن عباس رضي الله عنهما بالفقه والعلم، ففي صحيح البخاري قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: فقال ابن عباس: إنه فقيه. وكان ابن عباس رضي الله عنه من فضلاء الصحابة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شهد مثله لمعاوية بأنه مجتهد وفقيه، فلا ريب أن شهادته لا تضاهيها شهادة. يقول ابن حجر: هذه شهادة من حبر الأمة بفضله رضي الله عنه. وكذلك أثنى عليه ابن عمر رضي الله عنهما حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: ولا عمر؟ قال: كان عمر خير منه، وكان هو أسود من عمر. ومعنى أسود أي أسخى وأعطى للمال، وقيل أحكم منه، وكان حريصا على اتباع السنة، وكان يأمر الناس بالحديث وينهاهم عن مخالفته، وكان إذا أتى المدينة أو أسمع من فقهائها شيئا يخالف السنة قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ورأيته يفعل كذا. وأخرج البخاري عنه أنه قال: إنكم لتصلون الصلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عن ركعتين بعد العصر. ومن فضائله كذلك استخلاف عمر رضي الله عنه معاوية على الشام، ولا شك أنها منقبة لمعاوية، لأن عمر كان شديد التحري في اختيار واصطفاء الأمراء الصالحين، وأقره على ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهم، فلم ينزله ولم يعزل. يقول الذهبي رحمه الله: قال الخليفة: جمع عمر الشام كلها لمعاوية وأقره عثمان. قلت: أي؟ يقول الذهبي: حسبك بمن يؤمره عمر، ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه. فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه، وكان محببا إلى رعيته. عمل نيابة الشام 20 سنة وخلافة 20 سنة، ولم يهجوه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم. ومن حلمه رضي الله تعالى عنه أنه عندما ولي المعاوية الشام كانت سياسته على رعيته أفضل السياسات، وكان رعيته تحبه ويحبهم. يقول قميصة بن جابر رحمه الله: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناة ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. قال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو سطوت عليه، أي لو آذيته وحكمت عليه. فقال:
إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عند ذنب أحد رعيته. هذه بعض فضائل ومناقب هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل، فمن رأيناه يطعن فيه بعد ذلك فاعلم أنه مبتدع صاحب هوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، كان السلف الصالح لا يفضلون أحدا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون بالطعن على أحد منهم. ومما يدل على ذلك أن بعض الناس فضل عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين ومن المشاهير بالعدل، فضله على معاوية، فماذا قال السلف في ذلك؟ قال رجل للمعافى بن عمران: عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. فغضب المعافى وقال: لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمد، لمن حمد، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. وقيل له: أي ابن المبارك، أيهما أفضل، هو أم أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لتراب في منخريه معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وهذا يدل على مكانة الصحبة وأن فضلها لا يعدلها فضل ولا عمل. وقال فضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ قال: فقال رحمه الله الإمام أحمد: إنه لن يجتري عليهما أحد إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية، إنه ضربه أسواطه. ويقول أبو توبة ربيع بن نافع رحمه الله تعالى كلمة عظيمة مشهورة، وهي: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر أي طعن فيه اجترى على ما وراءه. وكذا كان موقف السلف من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السنة: قال: من السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الأذى والكف عن الذي جرى بينهم. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب فقبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت ويراجع. اللهم ارض عن صحابة نبيك الكرام، اللهم ارض عن الصحابة الكرام، اللهم ارض عن الصحابة الكرام، اللهم عليك بمن طعن فيهم.